السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد مساكم بكل خير ويا هلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة متجددة بإذن الواحد لحد من برنامج كلام اليوم. اليوم رصيدي جميل بإذن الواحد لحد يحمل الرقم 18 لهذا اليوم. زد رصيدك 18، شاركونا بتغريداتكم على هاشتاج زد رصيدك 18 في كل ما يخص أحداث اليوم سواء من فقرات أو من رياليتي بدلوا الشباب. اسمحوا لي باسمي واسمكم واسم اخواني المتواجدين معي دائما ان ارحب بضيفنا اليوم، الضيف الانيق الدكتور فارس السهلي. يا هلا وسهلا يا دكتور. يحييك طول عمرك، الله يسعد مساك ويسعد مساء جمهور بدايه الكريم. يا رب منورنا يا من ساق الينا خبر الفرحه المره الماضيه، يلا انت حيي. الله يبقيك طول عمرك. نورتنا ونورت دارك. واخوي علي كذلك. الله يعزك، يا علي صباح الخير ومساء الخير. صباح النور، والله يسعد صباحكم بكل خير، واكيد الفقره بتكون اكثر جاذبيه واناقه في وجود الانيق الجميل دكتور فارس. يا بعد راسي. وبوجود الحكيم وفزاع وبطالتك الجميله ان شاء الله يا رب يكون فقره لذيذه على الكل. ابو فزاع مسيت بخير يا بعدي. مسيت بالنور يا حبيبي، ارحب فيك وارحب بالمشاهدين وارحب باخوي علي وارحب بالدكتور فارس العراقه والماضي الجميل. يا اخي كنت قبل حضره معك كلام اليوم. خلاص سبحان الله جات سريع. اذا استمرت لغيرك لن تصل اليك. نعم. فجاء زياد، ترى زياد عشان رشحته العام قلت احسن صوت. انت المرشح زياد. ما تذكر كم كان معك ابو زياد؟ يقول زياد صوته جميل في الانشاد. انا لا به انشاد ولا به شيء. رصيف جاي كذا بس. الله يعزكم وكلنا مكملين بعض يا بعد راسي. بشكل عام يعني ككل بدايه نظرتك اليوم الرصيدي بشكل عام. انا اقول ما شاء الله تبارك الله اليوم فيه تبديل جميل لطيف من الشباب وتوالد وحضور جميل ايضا من بعض الأبقين، وزادها ايضا جمال الفقرات وتواجد الضيوف مع المقدمين ايضا. اليوم في رياليتي لطيف جميل خفيف على الجمهور، فقرات ايضا جميله ما شاء الله تبارك الله. اليوم من ابرز الاشياء الجميله في رياليتي مشهد راشد اللي هو في آنسة الظن. انا تابعت المشهد جدا جميل، فكرته جدا روعه، الاداء افضل ما في الفقره او الماده اللي قدموها الشباب، انه يمكن قرابه 9 و10 مشاركين في النجاح، مشاركين شاركه حلوه. جلسه منيف هنا في اخر القريه، انا اقول منيف نطلق عليه لقب مكتشف الاماكن اللوكيشنات، لا طفش المكان شاف الناس عرفوه راح مكان ثاني هج والله فوق الصندق بكره تلقى يمول يمول. يوم رصيدي ممتع بتفاصيله كلها ما شاء الله تبارك. دكتور فارس كيف شفت اليوم بشكل عام واداء الشباب فيه والفقرات اللي ادمجت نظره عامه وشامله عن اليوم؟ اليوم فيه اكثر من فقره جميله، فيه النجم القيمي كان مع الاستاذ سليمان الهويسين وعن وتكلم عن مسببات القيمه، كذلك اليوم الاخ ناصر الغامدي الله يجزاه خير في فقره زد خيرك وحضور الطالب عبد الله الصابتي. شفنا المشهد اللي اثر والله فينا كلنا، الله يجزاه خير ويقبل منه الاجر ان شاء الله له ولجميع مشاهدي قناه بدايه. امين امين يا رب. كثير من الفقرات اليوم ما ان شاء الله تبارك الله حناخذها باذن الله بعد التقرير بتفصيل، ولكن نشوف ابو فزاع كيف اليوم الرصيدي بشكل عام. وقبل لا ينتقل لك الحوار ابو فزاع، للامانه اليوم كان عندي شغله الصباح واوصل اختي للمدرسه، رجعت ابغى انام، بدات فقره بيت الحكمه، والله العظيم ما نمت، يعني جلست اتابعها من يوم بدا، وجاء الاحمر الله يغفر الميتهم ابو سيف والقصيده اللي القاها، وانتقل الحديث للقصص اللي شدتني عن عهد الصحابه وماضيهم. هو الله وش الله يجزاك خير. احنا دائما نقول الاعلام مسؤوليه والاعلام امانه، واذا فتحت لك النافذه اول شيء قدر هالنافذه، الامر الثاني هي فرصه يعني غيرك يتمناها، فرصه مو من ناحيه الشهره لا، فرصه من ناحيه القيم تقدمها للناس، فرصه من ناحيه الاجر والاجور اللي تجيك، فرصه من ناحيه الاثر اللي يبقى، ايضا رد الجميل للقناه. انا دائما اتكلم عن رد الجميل والوفاء، رد الجميل والوفاء، لان دائما المكان اللي تخرج منه دائم يكون وفي له. انا اتذكر يا زياد واربع سنوات كنت مبعد عن القناه، مو مبعد يعني مبتعد، ظروف الوالد، تعب الوالد، وفي ظروف معينه بذكرها في وقتها، فما فكرت يوم من الايام اني اغرد القناه لاجل اني ما ظهرت فيها، لان اذا انت رجل وفي لهالقناه اذا ما نفعتها لا تضرها. الامر الثاني اذا انت رجل ترى في نفسك انك تقدم قيمه، اذا قدمت القيمه من غيرك لازم تكون فرحان لان الجمهور استفاد.
فانت انتظر الفرصه وكن جاهز. بيت الحكمه السنه هذه اللهم لك الحمد والشكر يعني ارى والله اعلم انه في تصاعد وما وصلنا للشيء اللي في البال، لكن ان شاء الله انه يكون مميز. ايضا الضيوف اليوم جانا محسن عوض المنشد وكان جدا جميل. طيب باقي احداث اليوم ابو فزاع؟ احداث اليوم كان جدا ممتع وجميل، يعني كان متنوع. اول شيء كان فيه مبادره جميله، مبادره زد خيرك، هذه كانت جدا جميله وكانت قيمه مقدمه للناس اللي هي حفظ القران، وكان في اكثر من رسائل، رساله القران ورساله الجمعيات الخيريه ورساله القناه ورساله البر بالام ورساله البر بالابن ورساله العلاقه بين الزوج والزوجه، ايضا فقره طقطيقه وطقطقه الشباب عليها. عبد المجيد الفوزان ذكرني بالاسم هذا لانه وجه اليوم رساله جدا قويه للمشاهير البلديه. وائل رجع، وائل اللي نبغاه احنا والله ابو، وانتم تسمعون يوم المشاهدين، احنا ودنا من الشباب لا ياخذون الفقرات برسميه، يعني لا ياخذها بجديه وبرسميه، لانه في الاخير انت يعني قاعد تكسب الجمهور ومكسبك بعد الله سبحانه وتعالى هالجمهور، لانه هو اللي راح يدعمك. فاتمنى لا ياخذونا بجديه مثل ما سووا. اذكر وبرضه اشكر اخوي راشد القحطاني على الفقره الجميله اللي كان اسمها فلاش يعني كانت جدا جميله، فكرتها حلوه. حنجيها كلها بالتفصيل. انا يعني مو اقول لكم بخبره، لكن بنظرتي المتواضعه اقدر اسمي اليوم هو يوم رصيدي مشبع بالايجابيات جدا، يوم مغذي للفكر قبل ما يكون مغذي للعين او للضحك اللي صار فيه من ناحيه فقره طقطقه او غيرها. الفاصل جاهز او التقرير لابرز الاحداث اليوم راح نشوفه وراجعين لكم، خليكم قريبين. يا مرحبا اللي مليون، رجعنا لكم مره ثانيه. شفنا التقرير اللي شمل او كان شامل لابرز احداث اليوم من بدايه بيت الحكمه الى نهايه الرياليتي، بعد انتهاء فقره زد خيرك وبعد انتهاء فقره طقطقه حقت بدر مطرفي اللي كان سيدها بدر مطرفي. دكتور فارس المايك لك. بشهاده حق بيت الحكمه، مو بالوجود فواز الان، بيت الحكمه من العام من يوم استلم الاخ فواز اختيارات موفقه للضيوف، تنوع محتوى مكتمل لدرجة أنه الكبار من الصباح إلى نهاية بث الحلقة ما يتعدون التلفزيون. كل صراحة الأخ فواز والله مو مدح فيه، الله يعطيك العافية دكتور، أنه سوى شيء جديد في بيت الحكم. أبد، والشخص إذا برز في حاجة معينة لا والله واجب علينا أن نشكره ونمدحه، يستاهل سواء بوجوده أو بعد وجوده. طيب كيف شفت بيت الحكمة اليوم يا دكتور، وكيف شفت القصص اللي تدار فيه خاصة اللي ترجع لعهد الصحابة والعهد اللي نعتز ونفتخر فيه دائما؟ جدا قيم. أنا من تقريبا تابعت حلقتين اليوم وقبل يوم الاثنين، فيه عرفت اللي تعيش فيه لين يخلص البرنامج، أنت عايش التفاصيل. إدارة الحوار بشكل يعني متناهي. أستاذ أبو ما أبغى عاد أمدح أكثر، عاد هو يشوف نفسه علي. لا بالعكس، الله يحب المدح، كمل. لا خلاص أجل خلاص. الله يعزكم. علي كيف شفت بيت الحكمة اليوم؟ أنا أقول امتداد الحيوية والنشاط في وجود أبائنا في هالفقرة الجميلة والمتواجدين فيها يوميا. أبو سيف ما شاء الله تبارك الله متجدد كل عام، متجدد كل حلقة، متجدد كل سنة، أسأل الله يمتع بالصحة والعافية يا رب، وأن راح على خير، ودنا نسلم عليه أنه يقدم الفقرة وينحاش مقانا. لا تطور، السنة هذه ساكن في فندق وذا جاي من الحش على طول فندق، لكن إن شاء الله يوصلنا بالسلامة، وأتوقع الأسبوع القادم. أي صح ولا لا؟ إن شاء الله إحنا كل أسبوع نقول قدام خلص برنامج ورقد في القرية. لا الأسبوع الجاي إن شاء الله يا رب، الأسبوع القادم إن شاء الله نراه ونرى أغلب أبانا في القناة وفي القرية متواجدين. أنا أقول ما شاء الله تبارك الله أبانا متجددين متفاعلين. أنا أقول هذا الرياليتي وبرنامج خاص فيهم، وزي ما قلت كل حلقة وعيدة كل مرة هذول جمهور وفانز خاص يغرد خارج السرب ما له صلاح في أحد. وانا اشكر صراحه اليوم تواجد اخوي عمر ملحم في الفقره، اشكر على تواجده وحضوره ووجوده مع الاباء، والله العظيم ترى فرحين ويفرحون بجيتكم، والله يفرحون. اذكر في جزء انا جيت انا مره واحده او مرتين او الظاهر، المهم مره صحيت بدري كذا وتواجدت عندهم يفرحون
يفرحون ليه؟ لانه ايش انت تغير الجو علينا، تفتح لنا مود جديد. بالعكس ريحني انا مصبت الشاي والقهوه. والله يعطيك العافيه. لا احد يصحى شباب، لا احد اليوم كرفناه بالقهوه. والله ما انسى احد في زد صك ثلاثه، واحد شاب قام الصباح واحد من الاباء اشغل يقول روح قطع البصل، تعال قطع الطماطم، تعال جيب المويه، تعال جيب الرز. قال ابوي ما جاي هنا، جايك هنا نادري ابوي، جايك هنا بدري اضرب معك. فجميل جدا انك بتفتح لهم مود جميل، بتفتح لهم خط جديد حتى في السوالف والحضور في الافكار، لانك انت جيل وهم جيل، هم الخبره انت الحيويه النشاط. التواجد معهم جدا لطيف، يعني ما هو تواجد بالعدد الكثيف، يعني ترى قدام 95 تطعيم يوم يومين، كل فتره يجي واحد اثنين ثلاثه. فانا اقول التواجد لابد والحضور معهم. جميل. طيب ابو فزع كيف شفت اليوم وبشكل سريع، وايش اللي صار في تجدد اليوم؟ اليوم طبعا عاده الضيوف يعني المميزين يكونون في فقرات مميزه مثل فقره الديوانيه والفقرات. جميل. فالاباء يحق لهم او يستحقون يكون لهم ضيف مميز، يعني يجيب بالذات بنفس الرتم الكلاسيكي للشيلات القديمه وكذا. فاشكر اخوي ابو عوض يعني حضر من الصباح وجايب عزبته معه، والله يجزاه خير، سوى لنا القهوه والشاي. قلت له بنسويها، قال لا انا بسويها. التجديد في هالفقره هالضيف الموجود، وايضا وجود عمر وبندر العلي. بندر جانا متاخر، لكن عمر جاء من بدري وجلس، يعني يقول يحسب كل يوم زي كذا، يقول بجيكم بكره. قلت له يا حبيبي اليوم بس على قولهم جات يعني بالطريقه هذه. يعني عمر كان متواجد من بدايه الفقره، اي جاي بدري، والشيء هذا الظاهر تسبب في انه ارهق، والرجال نايم الان وماخذين عليه لقطه الشباب معنا على الشاشه. هذا عمر الملحم نايم. مؤمن والله من صبة القهوه، شو واضح انه صب قهوه. الله اليوم يسعد هالوجه يا عمر، ولا ولا يستعد للحضور بكره الصبح. اي شاد حيله بكره ان شاء الله الاول. صب لين قال بس قهوه. طيب انتهينا من بيت الحكمه اللي ما شاء الله تبارك الله كل يوم هو في تجدد، وكل يوم هو في شد من اليوم اللي قبله، من ناحيه القصص اللي تدار، من ناحيه الاحداث، من ناحيه التواضع، من ناحيه كلمه الاب هو يتكلم على سليقته ببساطه دون اي مثاليه او تصنع. فقره زد بهاراتك مع حبيب القلب خالد حامد، شفنا اليوم ما شاء الله تبارك الله طالع باللون الاحمر منور الشاشه، مع الشيف برضو ابو علي اللي ما شاء الله تميز من اليوم الى الثاني والدخول في الجو مع المتسابقين، او سواء في التقديم مع خالد حامد بالاضافات والافيهات اللي قاعد يقدمها من يوم الى اليوم الثاني. علي كيف شفت اليوم زد بهاراتك واللي فاز فيها طبعا عمر الملحم وصالح الزهيري مقابل خساره راشد وخالد العميس؟ نقطه بس انتداء النقطه السابقه، عمر صح الصباح مع الاباء ثم انطلق المطبخ، فممكن هذه سبب له ارهاقه وهدوء اخر بث اليوم. فطبيعي ان تكون صاحي من الصباح وبعد فقره ولابد تكون متولد فيها، فطبيعي يكون عندك ارهاق. ننتقل فقرة زد بهاراتك وإبداع الشباب والشيف والمقدم الجميل خالد. اليوم ما شاء الله كان عمر والزهيري مع ضد راشد وخالد، وأتوقع اللي فاز فيها عمر وصالح ما شاء الله تبارك الله. فألف مبروك المبلغ والرصيد الجميل اللي جاك، وأنا أقول زي هالفقرات تراها نقاط هدية من البرنامج إنك تفوز فيها بين يديك، وزي ما قالوا هي فكرة الفقرة للسنة إن النقاط في يدك والرصيد في يدك، انت اللي تفرط فيه بأدوات مساعدة او حتى بتقييم الشيف او حتى بانهائك للطبخة هذه. فانا اقول السنة هذه فكرة في المطبخ غير، انت تدخل والرصيد معك فانت اللي تخسر، مو بالانت تدخل صفر وانت تكسب، الرصيد بيدك فحاول تحافظ عليه قد ما تقدر وتكسب النقاط اللي في المطبخ. طيب الدكتور فارس كيف شفت الفقرة، هل فيها تجدد عن السنة اللي طافت؟ تقريبا فيها اختلاف كلي، فيها اختلاف كلي اللي هو زي ما قال اخوي علي انه الرصيد يكون معك ملكك. زي ما ذكر العمر الملحم وصالح الزهيري فازوا ب 400 مقابل 330 للراشد القحطاني وخالد اللميس. شفنا عمر ما شاء الله في بيت الحكمه وعنده مطبخ، يعني بالعاده اللي عنده مطبخ بيفكر اني انا بكمل نومي. ايش تفسر هالقومه؟ هو اللي راح انك هذا المفروض تحسب ليت ابو كاتم يشوف ليت في الرصيد الخفي ليت والله يزيد. نعم يستاهل الافعال هذه، يستاهل اللي يقوم ويسوي نشاط في البيت واكتف ويتحرك، ومثلا زي مشاركته في بيت الحكمه وفي المطبخ، هذا المفروض ياخذ عليها زياده عشان يحمس الشباب الباقيين يصحون بدري ويعطون زي ما قال اخوي فواز حيويه للبرنامج ايجابيه قدمها في النهايه. نعم. يعني صدقني انه في زياده في الرصيد الخفي في اي اكتف اي تفاعل في القريه، سواء في فقره بيت الحكمه، في فقره المتسابقين، في فقره النجم القيمي، في اي فقره متوارده في القناه. مو لازم اصرح لك، لا انا صرحت لك راح شيء اسمه حيوية أو فاعلية الرصيد الخفي. أنا الرصيد الخفي إيش معناته؟ أخفي عنك في إيجابياته وسلبياته، ما لك صلاح. إيجابيات اللي تسويها في القرية ترى تزيد لك،
والسلبيات تنزل بك. يعني ذاك يوم انا صدمت لما قال لي احد المعدين في القناه قبل ذا قال ترى انخصم يوم من اغلب المتسابقين او في بعضهم 700 ريال فلان خصم عليك كذا وفلان خصم عليك. ايش معناتها؟ انه في ناس تزيد في تفاعلك في تواردك ما ندري في الفقره الفلانيه في الفقره الفلانيه وش الاكتف اللي تسويه عشان يكون توارد وحضور قوي وجد في كل الفقرات. ابو فزاع زد بهاراتك وننتقل بعدها للنجم القيم اللي قدمت الدور اليوم للشباب. قبل زد بهاراتك انا اهني شباب زد رصيدك سته على حرصهم على صلاه الظهر. اليوم صار في نقاش وقت صلاه الظهر، طبعا المسجد كان نص المسجد فاضي، فذكروا ان تاخروا بسبب ان السبيكرات ما كانت شغاله وكانوا يتمنون ان السبيكرات تكون شغاله. الاعداد ترى ما قصر معهم، لكن تعرف 24 واحد والاعداد برضه يعني من واحد في واحد، فاهنيهم على حرصهم على موضوع الصلاه وامانه الشباب يعني ما ناموا الا او ما غابوا عن الصلاه الا بسبب النوم وسبب انه مو موجود معهم لا جوالات ولا منبهات، فاتوقع انهم طلبوا من الاداره يبغوا منبهات ساعات منبهه وايضا طلبوا انها تفتح من اللي ما عندهم جوالات؟ الشباب. ايه حلو، بس كان يبغى يصدق ابو فزاع يعني طلبوا ساعات منبهه اللي طلبوا ساعات منبهه، واصلا الان ما عندنا ساعات، اغلب حياتنا تعتمد على الجوال، فاقول الشباب الان اعجبوني لهم حرصهم على الصلاه فقالوا افتحوا لنا السبيكرات وقت الصلاه وقت الاذان وقت الاقامه، فجزاهم الله خير. ايضا اشكرهم على لبسهم الزي الكامل للمطبخ، وبالذات ان الشباب ما في احد منهم عنده تحفظ من الشغل والشغل مو بعيب، فاليوم كان لبسهم جميل. لمس راشد القحطاني، راشد صوته مو بجميل ولكن صار عنده لزمه صار عنده لزمه يسويها دائما، هاللزمه هذه راح تصير مطلوبه عند الناس وهذا الذكاء خلاص تدخل في البال، خلاص تصير لزمه لفظيه ولزمه جسديه، خلاص لازم راشد يسوي زي كذا، او اذا سواها راشد اتذكر برنامج زد رصيدك سته اهنيه ورغم من صوته ان عيد مو بحلو يمكن انه جميل في اذان بعض الناس لا تظلم ربما لا لا هو حتى هو مو بمنشد هو دائما عارف صوته مو بحلو فسوى اللزمه هذه فصارت جميله جدا. طيب معنا قبل ان ننتقل لفقره التدريب ونجم القيمي معي وائل. صباح الخير يا وائل. صباح النور والسرور والرضا والنعيم. كيف امورك يا وائل؟ في السمبتيك حبيبي الله يزيدكم جميعا ان شاء الله. وائل امامي الدرع الان اللي استحدثته اليوم في فتره رئاستك البلديه، ابغاك تشرح لربما بعض الجمهور ما فقه ايش هو الدرع هذا وكيف يسلم وما كان في تفاعل من الجمهور. لا في تفاعل من الجمهور. كيف؟ مين اللي قال ساعه ونبهات وجوالات؟ دقيقه انا سمعتك الان تقول في تفاعل من الجمهور، كيف عرف وائل انه في تفاعل من الجمهور ولا في جوال؟ لخبط دقيقه خليك معي يا وائل، خل وجهك للكاميرا. وائل انا سالتك انه لربما بعض الجمهور ما عرف على الفقره وما كان في تفاعل، ابغاك تشرح. رديت انه لا في تفاعل من الجمهور. نعم نعم. طيب كيف دريت في تفاعل؟ سؤالي وربا مين اللي طلب جوالات ومنبهات؟ طيب وائل اشرح لي عن الدرع، اشرح لي عن الدرع. طيب اشرح. اهلا اهلا بالعيد. اشرح. طبعا الحمد لله اليوم كانت القريه متفاعله جدا عكس امس. طبعا احنا قلنا وجهه النظر اليوم بعد صلاه العصر ان اللي يلبس ثوب مو بثوبه دائما يخسر انجازاته ويخسر اصدقائه. اليوم رجع وائل زي ما شافوه، القريه كانت في فرح عارم، دخولنا على دباب، زياراتنا بشكل ثاني. طبعا الدرع هذا لافضل واحد مفعل القريه. طبعا كانت افضل ناس مفعلين القريه اليوم اللي هو مجموعه منيف، كانوا متنافسين اربع مجموعات. الصوت يا شباب كمل كمل يا وائل. واضح كمل. انه افضل جلسه كانت اليوم مين؟ جلسه مطعاس ومفعاس وفرحان اللي مسمينهم كذا. حلو. واخذوا الدرع هذا وبكره في ناس تحدى اليوم قالوا انه بكره حيشيلوا الدرع. طبعا الدرع هذا والهاتريك اللي يحصل عليه ثلاث مرات يشيلوا له ملكا حلالا زلالا، وفي منه عندنا نسخه ثانيه درعين اثنين حبتين. طيب وائل معك علي. وائل حبيبي يا مرحبا. اهلا وسهلا. يا هلا، هذا تمهيد للصلخ اللي جاي. الله يسعدك ان شاء الله. لكن اليوم لما كنت تسلم الدرع، اول شيء اشكرك على الفكره الجميله اللي اطلقتها في الدرع وحضور الدرع وتكريم الشباب. الله يسعدك. وبعض الافكار الجميله اللي اطلقتها في خلال اليومين هذه، لكن عندي تنبيه بسيط لك يا وائل. تفضل يا قلبي يا عيوني. لك وللشباب. ابشر. هل عندكم قائد؟ سواء خفي او ظاهر. في القريه؟ في القريه. كل واحد قائد نفسه بس في رئيس بلدية. أدري أدري القائد مو معنات أنه يمسك الشباب يوجههم يلا تعال روح وينفخ عليهم، لا، القائد اللي الكل مجمع على حبه، الكل يعلم أن ما في قلبه اللي يتمناه لنفسه يتمناه لغيره، هذا القائد. لأن لو لاحظت اليوم في تواجدكم في التكريم، الشيخ كان متواجد هنا،
صالح الزهيري أنت عمر ملحم، فكان في تضارب في مسك الموضوع من ناحية هل التكريم يبدأ من شلون نفتح موضوع فلاني، لا استريح يا شيخ، كان في تضارب. لا لا دقيقة دقيقة بس دقيقة طيب اللي شفته هذا اللي شفته هذا اللي شفته، بس أنا أقول أتمنى أن يكون في قائد يقود المجموعة كاملة على الهواء خفي، ما نحتاج يكون ظاهر، وترى لو كان حتى خفي ترى بيظهرنا على الشاشة من شخصيته ومن التوارد حقه ومن حضوره. أتمنى يكون في قائد، لأن اليوم لاحظنا الشيخ لما كان جالس ويدعي للمرأة اللي كلمته في موضوع أنه ابنها ما رزق الله بولد، وأسأل الله على قدر أن يفك يفك ما بلو به بإذن الله، لكن لاحظت أن الشيخ دعا ثم قام وقف ثم قام عمر ملحم قال إيش يخدع مرة ثانية، فكان دقيقة في عندك خطأ بسيطة ليس خير، فارس البشيري اللي قال له دعا مرة ثانية. لا أنا سمعت عمر. لا معليش في مشكلة عندك. طيب أوكي أوكي أيضا إذا فارس البشيري، إذا فارس البشيري ما اختلفنا على أسماء. طيب احنا ما اختلفنا على الفكره اللي هو اعاده الموضوع مره ثانيه، فهنا اشكاليه. خلاص انت الشيخ ادى اللي عليه في الفقره، بيمشي الشيخ، يكون في عده اشخاص. انا عجبني في النهايه ايضا عمر والزهيري لما اخذوا الشيخ وطلعوه، وكان الهوى على مجموعه في الزاويه هنا. صحيح هنا فكره القائد. طيب كيف يودع الضيف، يستقبل الضيف، يتوارد الضيف، يوزع المحاور مع الضيف مع المتسابقين، هذه فكره القائد، ما هو عن فكرة إنه في سوء في إدارة الموضوع. لا لا بس تسمحني أرد لك. طيب أسلم وعلى أسلم. طيب الله يجزاك خير. طبعا أنا أول شيء لا أنكر إن نجاح وتطور القرية من أفكار إحنا نخترقها. مثلا صالح هو عندنا مستشار في البلدية، أكيد إذا ما كان له فائدة إيش عاد الفائدة من توظيفه كمستشار؟ ممتاز ممتاز. هذا الموضوع الأول. عمر الملحم كان هو قائد اللقاء، زي ما أنت الآن يودعك أستاذ زياد الشهري، صعبة إنك تكون أنت قائد ضيف النجم زياد الشهري ويودعك أبو وزع. سلامات أخوي، سلامات. طيب وائل ممتاز. مش متعشية بعد راسي؟ طبعا فارس البشيري أخوه اللي مصاب بهذا العقم. ها وائل جاب عيال. شباب أتمنى أن اللي يتكلم اللي في الكوفي شروم رجاء. طيب. لأنه حتى المخرج ينوه عليه أنه خلاص واحد الصوت اللي موجود. طيب. معنا يتكلم. أبشر. دكتور فارس وائل في حاجة. دقيقة رد باقي ما كم رد. دخل في العقم ودخل في حواري ما أدري وش. دكتور فارس وائل شباب الصوت يا شباب. رئيس البلدية الله يزخير. اسمع يا وائل الدكتور فارس سالي. تفضل. أهلا يا وائل. هلا حبيب قلبي. تسلم والله. عزيزي بس هو. فكرة بعد يمكن بعد موازية للي طرح أخوي علي الغامدي اللي هي العمة، لبس العمة بشكل مبالغ فيه، كل تقريبا 70-80% من الشباب يلبسونها يعني. فما أدري أنا من وجهة نظري. جميل. كمتابع أشوف أنها يعني استهلكت أو يسمونها كذا أوفر يعني. حلو يعني أنا أشك أن سام جون بيقدمها. هذه ملاحظة. أول أسبوع أنا أول أسبوع شخصيا إيه مجرد ملاحظة. أبو فزاع وائل معك أرد. وائل أنا أشكر وائل أشكرك وائل وأثبتت وائل أنك كنت بتوجه رسالة، والرسالة هذه أنك ودك أن الناس تتعب في القرية ولا تخلي المكان زي ما تقول يكون المكان أفضل مما كان، وكنت تبغى تميز الشخص الفعال، والله يعطيك الصحة والعافية. ويا وائل أنت من الفواكه في القرية وفاكهة القرية وائل. الله يسعدك. بس ممكن بس أقول حاجة بسيطة قبل ما تقفل. تحت أمرك يا حبيبي. أبى أقول لك فارس طبعا ده على أخوه، لأن أخوه ظهر ما عنده أولاد، هذا دخلت فارس. بالنسبة للعمة يا صاحبي صعب أجبرهم يكش أخوي يعطوه وضعية الكوبرا يعني. إيش؟ مشكلة يا أخوي. طيب وائل اسمعني. إيش ما وش اللي يقول ما بخليهم يمشون زي الكوبرا في الحية، يمكن أضربهم تحت الحزام ما تدري. على العموم وائل حبيبي والله قلنا كمني زيادة. اسمع وائل أنا أعتقد أنه يوم تقول أنه الجمهور في تفاعل لربما اعتقاد منك حسي أنه تفاعلوا كذا من القلب للقلب فقط. عموما أنك ورطني ذهب وإيه أبو خرلوب قواك الله. وراك لوحة مكتوب عليها المغادرة. بس بنبه على شيء يا وائل، في أمر سابق ما هو بجديد من الإدارة أنه تزال كل اللوحات اللي في القرية إلا إذا وجدت لوحات احترافية، والأمر هذا موجه لك أنت كرئيس قرية أنه في كل أرجاء القرية اللوحات اللي موجودة بشكل غير احترافي أنها تزال عشان ما يكون فيها خصومات مستقبلية. الله يعطيك العافية يا وائل. طيب أعتذر بس أعتذر. تفضل. أنا آسف وعلى خشمي والله لا شيء له، وبكرة أجيب لوحات أجمل منها. عليه الطيب قواكم الله يا حبيبي. سلام عليكم. الله يسر أمرك. سمعنا وائل وعلقنا الجميع عليه. بننتقل لفقرة النجم القيمي. إيش تشوف يا دكتور فارس إنه هالفقرة تضيف للمتسابقين؟ تتكلم عن القيم، تتكلم عن ما بعد الخروج من البرنامج. هذه الفقرة تفيد برضو زي ما ذكرت أخوي زياد بعد البرنامج، كل الأشياء الجميلة اللي تعلمها في القرية
ما راح يطبقها لجزئيا في القرية، ولكن التطبيق اللي لما بعد القرية وكل الدروس اللي تأخذ هنا في النجم فيها ترى مفيدة. هذه للي للمتسابقين لبعد البرنامج، للمشاهدين استهداف 70% من المشاهدين يستفيدون من ما يبث في القرية أو ما ينشر أو ما يدور الحوار حول. وزي ما قال أبو فزع أنها دورات تأخذ بمبالغ ترى خارج البرنامج، في قاعدة تساق للجمهور والمتسابقين مجانا. أبو فزع كيف شفت اليوم الدورة في النجم القيمي؟ البرنامج اسمه زيد رصيدك، زيد رصيدك من كل الأشياء، من ضمن الأشياء تزيد رصيدك فيها هالدورات هي دورتين، دورة داخلية ودورة خارجية. دورة داخلية للشباب والذكي منهم يستفيد، ودورة خارجية للي موجودين في البيوت يعني اللي هم قاعدين يتابعون. وعشان نكون واضحين هي رسالتين، رسالة داخلية وخارجية. فالخارجية أيضا مهمة لأنها راح تكون على ملايين البشر. اختيار المواضيع جدا جميلة، أيضا فيها فلوس إذا هي نفس طريقة العام ففيها مبلغ مالي موجود للشباب، بالذات في آخر البرنامج راح يصير شيء اسمه النجم القيمي. حتى ماركتينج أو كتسويق، إذا أنت جيت قلت أنا النجم القيمي تراها في التسويق لك، إما في مشاريع إما في برامج إما في فعاليات، وراح ترفع من فيها. فاز فيها الآن هيثم الملحان. هيثم الملحان أي. ففيها فلوس وأيضا فيها اسم وفيها غير كذا قيمة، راح يصير لك قيمة معينة اكتسبها. وأنا من خلال الدورات اللي أخذها ترى أحيان كلمة واحدة هي المفتاح. يعني في أحد الدكاترة يعني ذكر لنا موضوع يقول البنك هذا كله كل البنك يفتح مفتاح صغير. ففعلا أحيان بعض الكلمات مثل المفاتيح يعني تفتح لك أبواب كثيرة، مو بشرط انك تحفظ لك مجلدات او شيء، احيان كلمه واحده كلمه بسيطه تكون منطلقة في الحياه. قبل انتقل لعلي بفقره زد خيرك، عبد المجيد الفوزان، قلت تذكرني بهالاسم، ايش عندك لعبد المجيد وايش تبغى تنوع له الموضوع؟ يا اخي عبد المجيد الفوزان دخل البرنامج ونسي انه مشهور، واصلا نسانا انه انسان مشهور، ونسانا انه اعلامي استهل. ونسانا انه ممثل وانه مقدم وانه منشد، نسي هالموضوع ذا كله ودخل البرنامج بدون هالاسلحه. اللهم كانت خبرات كامنه داخليا ولكن ما استخدمها، ما شفنا يستعرض عضلاته ولا شفنا يفرد عضلاته ولا قاعد يتكلم عن برامجه ولا قاعد يتكلم عن دوراته ابدا. كان رجل مفيد وايجابي. اليوم وقف امام الكاميرا وتوقع ان فيها خصم، انا ما ادري بس انه هي مخالفه تعتبر. لا ما طالع الكاميرا، ما طالعها، هو بذكاء في النظر تعامل بذكاء هي طعمك هي عند الاداره، لكن انا اقول اخاف عليه من الخصم، ما ودي ولا احد من الشباب يخصم عليه. فعجبني عبد المجيد انه داخل في الجو مع الشباب، وانا اقول الاعلامي الوحيد اللي مر عليه في برامج الواقع اللي فعلا عاش الواقع كما يجب ان يعيش. واصلا لو دخلت البرنامج وفي بالك انك مشهور، اعتقد انه هالشيء بيخليك يعني ما تقدم كل اللي عندك ومعتزي على شيء خارج البرنامج، رغم انك جيت تصنع لك انت حاجه جديده ونجاح جديد. حواجز يصير بينه وبين الشباب حواجز. طيب الحمد لله انه ناجح الى الان. يا رب الله يوفقه واخواني كلهم المتواجدين في البرنامج. علي كيف شفت اليوم زد خيرك مع ناصر الغامدي؟ الحدث اللي حصل فيه اللي والله العظيم كل شخص يتمنى انه يلبس والده تاج الوقار. امدح عشان ولد عمي ولا اتكلم؟ لا بعيدا عن ناصر، عن اللي ودي ناصر محتاج من يمدحه ما شاء الله راسا على علم ما شاء الله. اول شيء نشكر ابو عبد الله على الفقره الجميله في زد خيرك وحضور الطالب عبد الرحمن عبد الله الصابطي في الفقره وختمه القران على الهواء، فوالله انه شيء مؤثر وشفنا الاثر على الشباب من ضمن ودوها لبعض الشباب اللي كان لهم اثر واضح على الهواء وامام الناس وامام الشاشه. هل أثر وهل الشيء اللي سواه والشيء اللي تسويه في خير في دنياك، أنت بتتوج والديك في الآخرة بتيجان، فالشيء اللي تسويه والله أنه عظيم وفخر وعزة. فأنا أقول ناصر اليوم جزاك الله خير على اللفتة والطيف اللي حضرت باليوم في حضور زد خيرك، الجميل المؤثر اللطيف اللي والله العلي العظيم يزيدك شرف حتى في متابعة هؤلاء. فالله يجزاهم خير على حضور هالخاتمين، واتمنى انه كل 3 أسابيع 4 أسابيع يكون حضور 2 3 ويختمون القران على الهواء. والله العلي العظيم انه لفته وشيء جميل يكون في هالبرنامج، وهي كل الظاهر اتوقع انها فقره ساعه يعني، فما يضر لو يجي كل 2 3 أسابيع واحد يختم القران على الهواء. شيء مؤثر ولطيف وجدا جميل صراحه، لا هو نفسيا ولا الاهله ولا ايضا المتسابقين. طبعا ما شاء الله تبارك الله الجهود كلها والتعليم والاموال اللي تدفع كلها بعد فضل الله سبحانه وتعالى لجمعية سمو بالقنفذة واللي هم معنا بهالموسم في زد رصيدك، ادعم مما أعطاك الله سبحانه وتعالى لو مبالغ قليلة، وأنت تكون من بذلت مالا على مثل هذا الشبال اللي يبذلون إلى الله سبحانه وتعالى في ختم القرآن، ويكون لك أجر وصدقة جارية إلى قيام الساعة بذو الواحد لحد خلال وقف ذريتي. دكتور فارس، الرسائل اللي ترسل نفسيا خلنا نقول غير مباشرة، الرجال جاء
ختم القرآن نزل عند الله سبحانه وتعالى وأدى الواجب عليه، قام سلم على أبوه وضمه. أطفال يتابعون الشاشة، صغار في السن، إيش يصلوا من خلال هالحدث؟ هذا عائد كبير جدا على المتابع، راح يفكر نفس التفكير، ليش أنا ما أسوي زيه؟ وبكرة أقبل أبوي أنا، أو أبوي يقبلني لأني ألبست تاجا من نور. لفتة رائعة ناصر اليوم، قال بتصير مفاجأة، وفعلا مفاجأة، عرفت اللذيذة اللي في الجانب الإنساني روحيا في الجانب الديني في الجانب. من أجمل المفاجآت اللي قدمت لحد الآن في زد رصيدك سد. ما شاء الله تبارك الله، وهنيئا لوالديك، وعسى الله يجعلنا وإياكم من نخدم القرآن إلى أن نلقى وجه الله سبحانه وتعالى. أبو فزاع، إذا عندك تعليق على زد خيرك. عندي تعليق على إعداد زد خيرك، وعندي تعليق على زد خيرك. أول شيء نعيد ونكرر، الناس ما يشاهدون إلا الثمرة، لكن الأجزاء من الشجرة ما يشوفونها. البرنامج له فريق إعداد وله أكثر من منسق على راسهم، أخوي محمد ناصر استاهل، يعني رجل خلف الكواليس قاعد يتعب استاهل، وهذه أحدى ثمارة. أيضا في الموجه والقائد وعميد المقدمين في القناة اللي هو أخوي ناصر الغامدي، جزا الله خير، وجزا الله خير على تحمل هالهم. والآن أحس أن الوقف على كتوفه صراحة، فالرجل تعب ونسق وخطط، وحين فيها إرهاق ذهني وبدني على موضوع الوقف وكذا. أما الرسالة الثانية، هي أصلا الوقف شو اسمه ذريتي. فالذرية جات اليوم، يعني ثمرة طلعت، الذرية اليوم كانت موجودة، فكان الشيخ قاعد يتكلم، الأبو يتكلم يقول هذه ذريتي. والله العظيم أنا كنت أتابع وألبس عشان أجي، فوالله البكيت لأول شيء تذكرت عيالي، وتذكرت يا رب أنك تصلح لي عيالي مثل ما صلحت أولاد الرجل ذا. والفضل نعم. وتذكرت شغلة ثانية قالها الرجال، قال لي ما عندي ذرية، يتبرع لها الوقف لذرية غيره، لعل الله سبحانه وتعالى إما يرزق الذرية، وإما أن الله سبحانه وتعالى صرف عنه الشر من هالذرية. وأنا أعرف ناس كثير يتمنى أن ما جاه عيال مما أصابه من أولاده، فقد يكون الله خير لك أن يكون لك ذرية تكسب أجرهم، وهم هم بعيالك لكن لك أجرهم. فكانت رسائل جدا جميلة، ولفظ ذرية أنا أهنيهم على اختيار ذريتي فعلا. والله العظيم من متع الدنيا، من متع الدنيا أن الله يصلح لك ولدك. ومن الأشياء التي تتقطع لها القلوب وتخليك ترى الدنيا سوداء، إذا الله رزقك بولد أو بنت غير بارة أو غير صالحة. فالله يصلح لنا النية، يصلح لنا الذرية، ويعين الإخوان في جمعية سمو، وطبقوا تطبيق عملي. واللي صار على الشاشة أتوقع أنه ما صار على الشاشات قبل كذا، الختم. وأيضا الشباب، برافو يا شباب، هم يشوفوني الآن في الهنجر، شكرا شكرا شكرا. هالدموع اللي طلعت وهالمواقف اللي صارت، والله ما تدل إلا على ان داخلكم شيء عظيم قاعد يظهر مع الأيام جداً. تفاعلكم ومشاركتكم لهالابن كانت صراحة فخر لنا كلنا، قبل لا تكون فخر لأهاليكم اللي ربوكم. شكرا يا شباب. تشوف انه من الجميل يا ابو فزاع وليهنون اخواني، انه قاعد تستثمر في ابنك امام عينك، صح؟ قاعد تشوف صلاح ابنك، الابن ختم القران. نعم. الابن راح يلبسك بذل الواحد لحد تاج الوقار، انت والدك. وانا احيي والد هالابن اللي ختم القران، ما نسب الفضل له انه هو كاب، نسب الفضل لوالدته والامه والبناته والاخواته. فهذا التميز عسى الله يجعلنا وإياكم البارين في قرآنه وفي أمورنا الدنيوية يا رب والأخروية. طيب ننتقل لفقرة فلاش موب، وهي فقرة مبتكرة جديدا أو مستحدثة في زد رصيدك ستة، اللي كانت اليوم مع راشد القحطاني، ومشهده كان عبارة عن إساءة الظن. كيف شفت المشهد هذا يا علي وتعليقك عليه؟ أنا تابعت المشهد اليوم، الفكرة جميلة، المتسابقين عموما حضورهم جميل، كنت معجب في مشاركة جميع المتسابقين. أيه. وبعضهم نعم، الأغلب كان مشاركين، دهري، أحد التوأم، والله ما أدري عبد الرحمن أو عبد العزيز، بندر، الزهيري، عبد المجيد، وائل، سالم رائل، الخنفري، سبعة أو ثمانية مشاركين، راشد نفسه. فكان أغلب مشاركين، وكل جزء وكل مكان يحكي واقع، اللي هو الأعمى اللي لما جلس يتكلم عليه في كل شيء، قصة عدم اللي علي يقوم صافحة أو ما صافحة وهو واقف، اللي عبد المجيد، الأشخاص اللي كانوا مجهزين المفاجأة. فكل مكان كان يحكي قصة، وفعلا هذه نعيشها شبه يومي أو في واقعنا للأسف. أنا أقول إن من العادات السيئة صراحة. جدا فكرته جميلة، توضيحها أجمل، فكرة المشهد عموما ومشاركة الجميع. أنا أشكرهم على هالمشاهد اللي أتمنى تتوارد أكثر، وأفكار أكثر إبداعية، لأنه إحنا نحتاج مثل الأشياء اللي أنتم تبتكرونها كفقرات من عندكم، مش فقرات من القناة.
الفقرات اللي عندكم ترى أكثر وصولا للجمهور لأنها من عندكم أنتم، ما هي مفروضة من القناة رسميا. طيب للأمانة أنا أحب أشكر جميع الرعاة اليوم في تقديم الهدايا للابن اللي ختم القرآن والشاب اللي ختم القرآن، وهذا تحفيز وتشجيع له لتقديم الجميل. وأنتم دائما يا رعاة برنامج زد رصيدك تراكم شركاء في النجاح، سواء في نجاحنا في الدنيا بذل واحد لحد أو عند الله سبحانه وتعالى يوم نلقى وجهه. دكتور فارس، شفنا الإساءة الظن هو هذا شيء متداول كثير كثير في مجتمعنا إلا عند فئة من رحم الله سبحانه وتعالى. كيف ترى تقديم إساءة الظن على حسن الظن في حياتك العامية، يعني مو لازم في البرنامج فقط؟ اليوم راشد القحطاني فكرة جديدة وأيضا ممتعة، ولأنه المبتكر للفكرة زي ما قال أخي علي ما مفروض عليه من الإدارة. جميل. فهذا من تحفيز لزملائه في القرية الأسبوع الجاي اللي بعده الأيام القادمة، كل واحد يجيب له فكرة ويتبناها ويناقشها مع مجموعة من الشباب ويطبقونها، هذه تصير أقرب للجمهور من أنه تكون مفروضة عليهم. طيب. إساءة الظن عالم كبير، اللهم احسن ظننا ويحسن ظن الناس يا رب. اللهم. يا رب يا رب. طيب يا شباب نطلع لعبد الله بن دفنة عبد الله الراشدي. عبد الله صبحك الله بالخير. عبد الله افتح مايكك، لا انت يا بعدي اكيد انك قاعد تسمعني، افتح لي مايكك. عسى ما في خصم. صباح الخير يا بعدي. صباح النور. شي خصم ولا ما شي خصم؟ لا ما شي ان شاء الله في وجهي. حي الله العين بعدي والله. يلا حيا. كيف الحال؟ بخير. طب حالك؟ يا مرحبا الساعة، مسي عليكم بالنور والسرور، والمسي على ضيفكم اللي هو السهلي دكتور فارس. الله يمسيه بالنور والسرور يا دكتور فارس. يا مرحبا بك يا بن دفنة، ورحبك وطول عمرك على الكلام الطيب والاشياء الايجابيه. مرحب باقي يا بن دفنة. وانا بعد اخر موقف اللي بعد ظهرت على الكشر روم اللي اسمه اسلم يا بعدي اسلم. واسمي بعد ما انذكر عندكم، لكن الا مره ذكره فواز على ما اظن. واللي اقول اطول عماركم اني كنت بشكر قاعد علشان اشكر الرعاه اللي يبيضوا وياهم الله يطول عمارهم، يملونا والله يوم انهم اكرموا الريال وهو ربي اكرمها باللي افضل من ذي كله وكرمه بالقران. والشيء الثاني اشكر اخواني اللي متواجدين عندي على تفاعلهم وتعاونهم، واشكر راشد بعد يشير لي منك يقول لي اشكرني، بشكرك راشد. طيب عبد الله تسمح لي بسؤال؟ لا تضوي العيد بس كوي. لا لا معك ماني ضدك، طالما انك وصلت لنا بسألك سؤال، ايش كان التأثير اللي على محياكم اليوم في لما ختم القرآن وضم والده؟ ليش كنتوا متأثرين؟ عطني من بعكم او احساسكم من جوا طالما انكم مرافقين للحدث في نفس الغرفة. انا عندي اثنين احساس، اول احساس اني يعني تمنيت اني اكون نفسه عند ابوي، هذا اول احساس. جميل. الثاني فكرت في ولدي قلت الله يستر هو يمني ويسوي نفس هذا ولا يطلع مثل ابوه. بيطلع ان شاء الله اطلق باذن الواحد لحد. نقول ان شاء الله اني احفظ القران، والله اني حطيت في بالي ذا الشيء، فهمت اني يكون ولدي من احد حفظه القران، مو ولدي بس عيالي كلهم ان شاء الله. عبد الله انت شايف جهود الجمعيه ايش قاعد تبذل وشفناه على ارض الواقع اليوم، كلمتك للمشاهدين والجمهور بالنسبه لدعم الجمعيه واكمال الوقف ان شاء الله. والله العظيم انها كلمه الصراحه المفروض اللي كل انسان في عرق ينبض وفكر يفكر اليوم، هذا أكبر نموذج للفرحة، قرآن كلام الله يدعمه ويدعمونا المشاهدين. المفروض والله العظيم اللي اسمه الوقف يكتمل من قبل اليوم، ولكن شاءت الظروف أنه ما يكتمل بإذن الله أنه مكتمل إن شاء الله. ونتمنى مثل دعم فريق وائل اليوم وقبلها فريق بندر، ونتمنى من كل الأفرقة الدعم أنهم بدل يدعمون شخص يدعمون كلام الله. سبحانه سبحانه الله يعطيك العافية، أوجزت فأوصلت يا عبد الله. لا أنت يعطيك العافية. الشيء الثاني إحنا نقول الله يطول عمره مساعد ويرده بخير، يقولون أنه بخير إن شاء الله. آمين. وأنه مكانه فارغ ندور منه، واليوم يوم طلعوا المقطع عنه يوم يقول على الخروف سوي لي هيبة أنه والله أنه اشتقنا له، ونتكلم من قبل لا يطلعون ذي المقطع. وأبو قنا والمشعلي مفلح نتمنى ان شاء الله جياتهم وافين وافين يا عبد الله، وكلكم قلب واحد بذل واحد لحد. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان الله يعافيه مساعد ويرده بالسلامه لاخوانه، طالما انه جبنا الطاري في مساعد. الله يعطيك العافيه يا عبد الله، شرفتني يا بعدي. مرحبا حبيبي. طالما انه جبنا الطاري المساعد، لانه كنت ابغى نوه في نهايه الحلقه انه دعواتكم لها بالشفاء بذل واحد لحد، بكره زد بهاراتك عند مساعد حماد وبندر العلي، لكن طالما انه مساعد مش موجود للوعكه الصحيه اللي يمر فيها اللي اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان الله يعافيه، راح يكون متواجد معاه باذن الواحد لحد منيف
من يف اذا فاز في المطبخ ان شاء الله مع بندر العلي راح يتحول المبلغ لحساب مساعد حماد باذن الله. ابو سعد اسلم ابو فزع. اليوم صار في جلسه بين فارس وعبد الرحمن وبن دفنة عبد الله بن الراشدي كانت جلستهم في المسجد جدا جميله وهو ترى ممنوع نقول الكلام ذا فالسواليف اللي دارت بينهم ترى وصلت ترند لان جميل. كان فيها مزح وكان فيها سواليف وكان فيها جدا عفويه فاحنا نقول العفويه هي اللي تصل لقلوب الناس. افضل انك تكون عفوي على طبيعتك توصل خير من انك تكون متكلف دائم على الشاشه والناس ما تملك ولان في طرف وفي طرف ثالث انك تبعد عن الجو مره فانا اتمنى انك لا تكون كذا ولا تكون كذا الوسطيه في كل شيء جميل. على طبيعتك. طيب دكتور فارس طبعا استضافتك اليوم والله العظيم انها مشرفتني على الصعيد الشخصي واخواني وكامل طاقم القناه الله طبعا انت اللي سقت لنا خبر الفرحه في التكريم او التتويج اللي طاف اباك تحدثني عن الموضوع وكيف تم بشكل سريع ومختصر وراح تعرض لنا ان شاء الله مع المشاهدين صور من الحفل اللي صار في مصر باذن الله. الجائزه كبيره جدا الجائزه اصلا هي جائزه جمهور قناه بدايه جمهور قناة بداية قدم هديتين الهدية الأولى لقناة بداية كأفضل قناة خليجية وعربية للشيخ عبد العزيز العريفي وأيضا جمهور بداية قدم زد رصيدك 2015-2016 للأستاذ سامي الجعوني المدير التنفيذي لقناة بداية وأيضا قدمها لنا احنا المنتمين لقناة بداية أبناء قناة بداية وأيضا قدمها لنفسه أنا جمهور بداية طبعا الصور طالع معنا على الشاشة الحين للمشاهدين التتويج والتكريم اللي صار جمهور بداية قدم الهدية لنفسه قال أنا جمهور قناة بداية هذه قناتي اللي أنا أتابعها هذا برنامج الشعبي اللي أنا أتابع فكل الشكر يرجع في الأخير وفي الأول إلى جمهور قناة بداية ما استغربت الناس على قولهم فرصة نسألة ما استغرب الناس قال وش هالقناة كيف الحضور يمكن الجوائز اللي توزعت 100 جائزة الحضور فوق 5000 من عرفت من جميع القنوات جمهور كبير جدا فزين الواحد ياخذ اوسكار اللي هو الجائزه فما بالك احنا كنت انا وابو محمد في طاوله واحده اخذنا جائزتين فاستغربوا كل شوي اسم بدايه يتردد في البدايه انا وابو محمد في تتويج القناه بعدين طلعت استلمت الجائزه نيابه عن اخوي سامي لانه لو ترك القريه ابد هو اللي دار موجود هنا فكان معي انت زياد ناصر الحربي الله يجزاه خير محمد البريدي سامي حتى في احد الصور كان الجوال كنت ماسكه كذا فقال اول ما يعلنون ابو محمد لانه فايزين احنا في التصويت بس في 30% لجنه فقاعدين مترددين ما ندري وش الوضع لسه الين تعلن النتائج فقال اول ما تعلن النتائج لنا او علينا فارسلت له قلت سامي فزنا كتب لا تستهبل ويدق علي صدق قلت صحيح والله صحيح قال لا مو بصحيح قلت له لحظه شوي واصور اصور الجائزه كانت الجائزة على الطاوله اصور وارسلها له قال ايوه كذا المهم وينتظر مره ثانيه على اساس انه صارت بين الجوائز افضل كوميدي افضل 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 لانه القنوات كانت في البدايه بعدين البرامج. افضل طولنا جلسنا يمكن ساعتين الله لا يوري كنت من الناس اللي ازعجوني عشت ودوي برامي ابو التهى عنا في زد في كلام الليل هذا النجم هذا طبعا الانيق ونقدم الشكر ايضا للاستاذ حسن عدلي مدير مكتب قناه بدايه في القاهره على المساعدة وما قصر جاب التصوير وجاب ما قصر الله يجزاه خير اللهم لك الحمد علي سؤالك للدكتور فارس أنا أقول حسيت أنت ومحمد بشعور البرايمات ولخبطة المشاعر وكذا وبر تصويت جدا فكانت الجائزة تهمنا جدا جدا لأنه عمل كبير قدموه الشباب في زد رصيدك وقدموه الشباب في خلال السنتين الماضية في إدارة قناة بداية بكل صراحة كان يستحق التتويج العربي فكرة المشاركة يمكن يتكلم فيها أخوي سامي لأنه يمكن الناس ما يتوقعوا فجأة إلا إحنا طالعين لا مو بالطريقة إنه فجأة ولا أنت مسابقة واشتركت فيها قنوات كثيرة وجاء تصويت كثير يا أخي أنا الكلام هذا أنقله عن المنظمين للمؤتمر جاء يسلم على الطاولات اللي في الأمام جاء يسلم على أبو محمد كان في واحد من المعرفين قال هذا الشيخ عبد العزيز العريفي صاحب قناة بداية فاسترسل بالكلام قال هذول الجمهور أيوه؟ لقناة بداية خلونا نصلح المساحة حقت الموقع يقول أول ما بدأ كان بالألاف عادي بعد ما دخل
اسم قناة بداية وبرنامج زد رصيدك ضرب الموقع على الشبكة العنكبوتية تقصد الانترنت؟ نعم هي الموقع اللي فيه التصويت يحلف انه قاعد 10 ايام يصلحون الموقع وخليناه مفتوح استضافة فنقلا عنه يقول وصلنا 19 مليون صوت ما شاء الله تبارك الله عندك شعب يا دكتور فارس فقلت الحمد لله هذه الأشياء اللي هل واللهم لك الحمد وفرحة للأمانة توثق للتاريخ وأنك أحد الشركاء في إيصال الخبر لنا هنا بالسعودية الله يعطيك العافية وشرف لي طالما توقعاتك دكتور طالما أن النقاش عندك تقديم الشباب غدا إن شاء الله والمسؤوليات اللي تناط عليهم بعد هالإنجازين والله أنا أشوف أن الشباب عرفت بعد الآن وصلوا إلى مرحلة أكبر ما صارت القناة محلية وهي كانت متابعة محليا وخليجيا حتى أمس أنا أقرأ منيف الشاعر منيف قال في الجزائر والله وصلت رسالة في الهاشتاج شكرا لك يا منيف انك ذكرت اسم الجزائر متابعين من الجزائر حتى اني سويت لها ريتويت بس فالقناة واصلة عربيا فالجائزة فقط اثبات انه قناة بداية موجودة والحمد لله والشباب صاروا يشيلون هم اكبر من اول الله يعطيك العافية حبيب قلبي علي طقطيقة بدر المطرفي فقرة مستحدثة في زد رصيدك ستة لك المجال طقوا بليش من جنبه هذا مفتوق مخ هذا ما في مخ المخ مو في عنده بدر كان ممتعنا في أنا أحسب إني في طريق ملك فهد يوم شفت بالمظلة يقدم رجال ملف أخضر رجال صورة 46 شغال توظيف أنا أقول الرجل عملت معه في برنامج سابق لمكة تجمعنا كان عنده فقرة فكان رجال شغال علينا فكنا من أجمل فقرات اللي نستمتع إحنا كمتسابقين اللي ننتظرها اللي هي هالفقرة فأنا متأكد إنه هالفقرة اليوم بالنسبة للمتسابقين كان لهم كان متابعينها الفقرة جدا جميلة يعني تجيب أسلوب الكوميدي على بعض التصرفات اللي إيش تقول له إيش تقول على التصرف هذا ما نقدر نجيب طقطق عليه أنا عجبني في فقرة الأردو صراحة تعرفي شوي الله يعطيه العافية أستاذ بدر مطلق أنا عجبني على طقطقت على مفلح يوم يبغى يترجم له مصطفى كيف يوصل له فقرة النسب المقطع اللي يضيف إيه قال أنت لازم تجيب شركاء ما قال أيوه أبشر الحين وش أسوي قال جيب شركاء قال إيه الحين موافق أنا وش أسوي قال راح جيب شركاء فلما جاب الطفل لما ترجم جدا جميل الرجل أفهاته حلوة حضوره جميل أتمنى تكون فقرة هذه يتوقع أنه يوم في الأسبوع صح ولا لا تقريبا يعني أتمنى تكون يوم في الأسبوع. أكثر أنت تشوف الانطلاقة حلوة يعني جدا جبارة وجميل ترى لاحظوا أن وقت التصوير وقت متعب جدا واضح أنه وقت الصباح اللي وقت وجود الآباء والشباب يكونوا نايمين فوقت التصوير متعب أول شيء الله يعطي العافية بدر والشركاء النجاح اللي معه من معدين ومن مصورين في هالفقرة فقرة جدا جميلة ومتأكد أنها بتكون من أكثر الفقرات تأثير على المتسابقين وعند الجمهور طيب أبو فزاع طقطقة كيف شفتها كانطلاقة؟ شوف أنا أعطي رتويت الكلام علي تمام وبدر في غنى عن حنا نمدح إنه رجل يعني ممثل وصاحب كاركترات وجميل ويوم صور الحلقة ذي كنا إحنا موجودين في بيت الحكمة فالله يعطيه الصحة والعافية أنا عندي نقطتين على السريع لأن أول شيء فلاش موب هذه فقرة ما هي من اختراع راشد القحطاني هذه فقرة أساسية وراح تكون لا نقصد الفكرة من اختراع راشد اللي انه يتكلم الفكرة الداخلية الفكرة الداخلية بعطيك طريقة هي طعمك راح تمر على الجميع وراح في الأخير يتقيم صاحب المركز الأول ياخذ 1500 ريال والمركز الثاني 1000 ريال والمركز الثالث 500 ريال أسبوعي ولا كم؟ في الأسبوع من مرة إلى مرتين المهم راح تمر على الجميع فهي فقرة أساسية ونشكر الإعداد على تواجدهم مع الفقرة الأمر الثاني يا أخوي زياد أنا ودي أتكلم عن خروج سعد وخروج مفلح جميل خروج سعد وخروج مفلح أنا أقول إذا كان خروجهم ما له داعي أتوقع أنهم ضروا أنفسهم لأن فيها خصم من الرصيد طالما أنك طريت هالموضوع ردات فعل الجمهور أنه مو مهتم في البرنامج أكثر من شخص يطلع ويروح ويجي إيش تعليقك وفزاع على عجلة هذه عاطفة عند الجمهور أنا ما أعترف بالعاطفة لأن العقل لازم يحضر تقدم عقلك على قلبك جميل. أنا أقول أول شيء نقول نلتمس العذر عشان ما نسيء الظن فيهم هل عندهم عذر ولا لا إذا ما عندهم عذر قد يكونوا جاهلين في موضوع البرايم اما اذا كان ما عندهم عذر وعارفين الوضع ابراهيم ففي الاخير نقول ان هذا ياخذ من رصيده 500 ريال فما كان دوره موفق التوأم عزيز عبد الرحمن عزوز ودحمي اتمنى
انهم انتم تراكم زي المتسابقين الموجودين في البرنامج، لا تضحي بفرصه، لا تضحي بشيء، واتمنى بعد ان الشباب يزيدوا يدعمونهم عشان يدخلون في منظومه المسابقه. في شيء مميز قادم لهم بذل الواحد لحد. في الختام دكتور فارس، شكرا شكرا على الحضور اللي اعطيتنا شوي من وقتك وجيت. الله يطول عمرك، الشرف لي، هذا واحد. الشيء الثاني، رهنت عليك العام. الله يعزك، اثبت نجاحك. جعل عمرك طويل بعد دعم الله سبحانه ووالده يدعمكم، الله يطولنا بعمرك. علي شكرا على الحضور وعلى النقاش. الله يسعدك ان شاء الله، ونقول شكرا للرجل الانيق اللي الله يطول كان مراسل ابو محمد عندنا هنا. الله يطول عمرك. وانا اقول يعني شعور، انا لو انا مكانك في مصر هناك يمكن سويت حركه روني. الف مبروك القناه والمنسوبين، وشكرا للحضور لكم ومجهودكم كله. شكرا يا بعد راسي. انا اشكر دكتور فارس، وانا كنت من جمهور ايام هو كان متسابق. الله يطول عمرك ويستاهل كل خير، رجل صاحب ابتسامه، صح خلق جم، ويكفي انه دكتور. انت الطالب الذي تفوق على معلمه. يا حبيبي الله يعطيك العافيه، وهني على الغامدي على ثوبه الجديد. الله يطول عمرك. كيف مطقم الجدار؟ شفتي قبل الغامدي مطقم الجدار يقول. للامانه انا اشكركم جدا على هالحضور، والله يعطيكم العافيه. في نقطه في الاخير بعلق عليها بس قبل الختام، انه خادم المسجد او خادم البيت راح مسكها محمد الذهلي بديلا للمساعد حماد في غيابه. بطل. هذا اذا قلت لكم انا انهم اخوان وعلى قلب واحد، وتميزكم هو تميز للبرنامج كاملا. في النهايه انا واخواني المتواجدين هنا ضيوف عندكم، نجي نقدم لنا ساعه للنقاش ونتوكل على الله سبحانه وتعالى، وابتغينا من الله سبحانه وتعالى ان الله ييسر لكم النجاح والتفوق والتميز مستقبلا. ارزاق بيد الله وزعت من مولدك، لا تشيل هم الرزق نهائيا، شيل هم النجاح اللي تقدمه كل يوم. الله يعطيكم العافيه، استودعتكم الله سبحانه وتعالى، على امل لقاء بكم غدا بيد الواحد لحد، في امان الله. من يبيع الدين حنا لشرينا.